السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب فور وحبايبي الغاليين، أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا أبطال. طبعا نحن تحدثنا في الدرس الماضي عن اللهم صل على سيدنا محمد. ها، صليتوا على النبي ولا نسيته؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة. تحدثنا في الدرس الماضي يا أبطال عن الألف اللينة، وذكرنا أن الألف اللينة تأتي في الأسماء وفي الأفعال والحروف، وأيضا ذكرنا معناها، ذكرنا أسفا كيف ترسم، إما على ألف قائمة أو على ياء غير منقوطة، وأيضا عرفنا كيف أن الحروف يوجد بها أربعة حروف فقط، هي التي تأتي على ياء غير منقوطة، أما باقي الحروف فإنها تأتي على ألف قائمة. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن علامات الترقيم. علامات الترقيم، علامة الترقيم هي سهلة جدا يا أبطال. لماذا سهلة؟ لأننا نجدها دائما موجودة في الكتب، ونقرأها في الكتب، ونكتبها في الإملاء وما إلى ذلك. يعني مثلا علامة الفاصلة، هذه التي تفصل بين الجمل المتعاطفة الكثيرة وبين المتعاطفات. علامة النقطة، نضعها في نهاية الجملة وفي نهاية النص. النقطتان الرأسيتان أيضا نضعهما، يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نضع نقطتين ثم نقول طيب. علامة الاستفهام نضعها في آخر السؤال حتى يفهم القارئ أن هذا سؤال وليس جملة خبرية. إذا جاءت علامات الترقيم. لماذا أبطل علامات الترقيم؟ لماذا نضع علامات الترقيم في الكلام حتى لا يحدث غموض ولا يحدث اختلاط بين الكلمات، وحتى يستطيع القارئ أن يقرأ بسهولة، ما يكون الكلام كله في وسط بعضه كده، كله مرة واحدة الواحد ما يستطيع أنه يفهم. ولذلك نضع علامات الترقيم. أول علامة هي علامة الفاصلة، توضع بين الجمل المعطوفة على بعض، مثل قرأ محمد القرآن وفهم معاني وفسره مثلا. يبقى إذا قرأ محمد القرآن وفهم معني وفسر كلماته، كل هذه نضع بينها الفاصلة كما ترون. أيضا بين أقسام الشيء وأنواع، مراتب الدين ثلاثة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، نضع بين كل واحدة فاصلة، الإسلام والإيمان والإحسان وما إلى ذلك، ما دام في متعاطفات يبقى أضع بينها الفاصلة. تعالوا ننظر إلى النقطة في نهاية الجملة، طبعا كما نعرف نضعها في نهاية الجملة وفي نهاية الفقرة، انتهيت من الفقرة تضع نقطة، وانتهيت من الموضوع أيضا تضع نقطة. النقطتان الرئيسيتان اللي فوق بعض دول توضع بعد القول وما في معنى، يعني قال خالد أحط نقطتين وبعدين أشوف ماذا قال. قال سأل خالد، أحط نقطتين فوق بعض وبعدين أكتب. أجاب خالد، ها ماذا أجاب؟ يبقى أضع نقطتين. تمام. طيب، بعد الكلمات الدالة على التقسيم مثل مراتب الدين ثلاثة، أهو أضع نقطتين، شايف؟ مثل ما قلنا هنا في الأول، مراتب الدين ثلاثة، ووضعت إيه يا شباب؟ النقطتين. مراتب الدين ثلاثة، أي هما؟ طالما في تقسيم يبقى أضع النقطتين. خلاص، الإسلام والإيمان والإحسان، شوف الفاصلة أهي بين المتعاطفات. بعد الكلمات الدالة على التمثيل والشرح مثل، يعني أنا عندما أشرح الدرس وأقول مثل، أقول مثل وأضع نقطتين، بعد ذلك أذكر المثال. أقول نحو يعني نفس معنى مثل، نحو أضع نقطتين، بعد ذلك أضع المثال. علامة الاستفهام طبعا توضع في نهاية الجملة الاستفهامية، ما الإحسان يا محمد؟ أنا أسأله أقول له ما الإحسان يا محمد؟ وأضع علامة الاستفهام. تعالوا بنا إلى هذه التدريبات سريعا. نضع علامات الترقيم في الأماكن الفارغة. ضع علامات الترقيم المناسبة في الفراغات التالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جملة القول، طبعا أقول نقطتين، معذرة نقطتين، يبقى أضع نقطتين. اثنان لا يشبعان، أضع أيضا نقطتين بعد التقسيم، أضع نقطتين. طيب، اثنان لا يشبعان وأضع نقطتين. طالب علم وطالب مال، هنا بين المتعاطفات يبقى اضع الفاصلة. طالب علم وطالب مال، وطبعا في النهاية هطلق قوس، اضع فيه يا شباب، اضع فيه نقطة، اضع فيه نقطة. خلاص.
بعد ذلك تشرق الشمس في الصباح وتنشر نورها. هنا تعاطف، يبقى ماذا نفعل؟ نضع أيضا الفاصلة، نضع الفاصلة وتنشر نورها، أضع فاصلة، هي بين متعاطفات. وتقول لكل حي، هنا بقى تقول لكل حي، ماذا تقول لكل حي؟ إذن أضع نقطتين رأسيتين. وتقول لكل حي قم للعمل واترك الكسل، ها، وأضع فاصلة لأن هيعطف، واترك الكسل فالطيور تغرد. وهنا يا شباب ممكن نضع الفاصلة وممكن نضع نقطة عادي، ممكن نضع فاصلة بس طبعا الفاصلة أفضل. فالطيور تغرد والفلاح يعمل وفي النهاية أضع نقطة. منح الإنسان حواسا خمسة، هنا في تقسيم يبقى نضع نقطتين. السمع وأفصل بين المتعاطفات، والبصر وضع فاصلة، والشم واللمس والتذوق. نصحني أبي فقال لي، هنا طبعا ممكن أضع فاصلة. نصحني أبي فقال لي، أضع نقطتين. وطبعا ممكن تضع نقطة هنا لكن طبعا الفاصلة أفضل. نصحني أبي فقال لي، أهو نصحني فقال، هما الجملتين يعتبر متعاطفتين. يا بني التزم الصدق مع الله ومع الناس، ها هيعطف، يقول وكن متواضعا معهم، إذا هيعطف، هيقول كلام معطوف عليه، وكن متواضعا معهم ولا ترفع صوتك أثناء الحديث. هو نفس الكلام، يعني بيضيف كلام لنفس الكلام. فالإنسان الخلوق يحبه الله ويحبه الناس، وأضع طبعا في النهاية نقطة. وقعت قطعة جبن في الطريق. وقعت قطعة جبن في الطريق، أضع فاصلة. فرأتها قطتان فتشاجرتا عليها، ومر الثعلب فوقف طبعا هنا الأفضل إن احنا نحذفها خالص، ما يكون فيها أي، هي فوقف وقال، لو طبعا الأفضل دي حذفها تماما، فوقف وقال مباشرة، وبعد قال نضع إيه نقطتين، دي الأفضل. ولكن لو عايزين نحط هنا ممكن نحط فاصلة، فوقف وقال ماذا بينكما، يعني نعتبرها إن هي متعاطفة، وقف وقال. تمام، نعتبرها هكذا، لكن الأفضل إن احنا هذه تحذف تماما. فوقف وقال مباشرة، طلع هنا نقطتين. ماذا بينكما؟ هنا بقى سؤال، هنا سؤال بيسأل، يقول وماذا بينكما؟ لماذا تتشاجران؟ سؤال أيضا يسألهم. روت أحدهما القصة له، نضع فاصلة، فقال نقطتين، هل أحكم بينكما؟ سؤال. قالت القطتان، طبعا علامة الإيه؟ نقطتان رأسيتان، نعم رضينا أن تحكم بيننا. طبعا أنا أضع فاصلة، فاحتال عليهما الثعلب. هو ممكن هنا تضع نقطة، ممكن تضع نقطة أو تضع فاصلة عادي براحتك. فاحتال عليهما الثعلب فاصلة، وآكل قطعة الجبن، نفس العطف فاصلة. وعندما عند ذلك ندمت القطتان، لكن بعد فوات الأوان نضع نقطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نضع نقطتان، نقطتين رأسيتين. بني الإسلام على خمس، نضع نقطتين أيضا. شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نضع فاصلة لأنه هيبدأ يعطف على نفس الكلام. وإقامة الصلاة، يعني وكذا وكذا وكذا، العطف يعني وكذا وكذا، خلاص. طيب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، طبعا نضع في نهاية الجملة نقطة. قال المعلم للطالب، طبعا نقطتين رأسيتين، استخرج من القطعة صفة. هنا يجوز لك أن تضع علامة السؤال لأنه يسأله، تمام، وممكن تضع النقطة عادي، ممكن تضع علامة الاستفهام وممكن تضع النقطة. صاحت المرأة قائلة، طبعا نضع نقطتين، ومعتصماه، وطبعا هنا علامة التعجب، ومعتصماه، وطبعا علامة التعجب
ليست موجودة، علامة التعجب ليست موجودة عندكم. ومعتصم. ميز أسلوب الاستفهام من أسلوب التعجب. علامة التعجب يا أبطال توضع في نهاية الجملة التي تتعجب منها، أو يعني أو الاستغاثة مثل ومعتصمها هنا، تستغيث بالمعتصم، وأيضا توضع في جملة التعجب. هذه علامة التعجب، علامة التعجب هذه. خلاص. طيب تعالوا هنا نفرق بين التعجب والاستفهام. أي جملة من هذه الجمل تشتمل على التعجب؟ ما لون السماء؟ هنا يسأل، ولذلك هنا استفهام، وهنا نضع علامة الاستفهام. طيب ما أجمل السماء؟ هنا بيتعجب، يقول ما أجمل السماء، يبقى نضع علامة التعجب. ما لون الأزهار؟ هنا يسأل. ما أجمل ألوان الأزهار؟ هنا يتعجب، واحد جالس مع نفسه بيقول يا سلام ما أجمل ألوان الأزهار، هنا يتعجب، ما أجمل ألوان الأزهار. ما اسم الفندق الذي نزلت فيه؟ هنا يسأل، يقول أهو. لكن عندما يقول ما أجمل الفندق الذي نزلت فيه، هنا يتعجب من جمال هذا الفندق، ولذلك نضع علامة التعجب. يبقى إذن هنا استفهام، وهنا تعجب، وهنا استفهام، وهنا تعجب، وهنا استفهام، وهنا تعجب. تمام. يبقى إذن خلاصة الدرس، أخذنا الفاصلة، عرفنا أن الفاصلة بين المتعاطفات، يعني قرأ محمد وذاكر وشاهد و و و إلى آخره، وتأتي بين الأقسام الشيء مثل الراتب الديني ثلاثة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، وهكذا. طيب النقطة تأتي في نهاية الجملة، طبعا دي أسهل شيء، وفي نهاية الفقرة، ونهاية العبارة، ونهاية الموضوع. النقطتان الرئيسيتان وتأتي بعد جملة القول، قال فلان كذا، أجاب محمد كذا، مثلا سأل خالد كذا، سأل خالد بعد خالد، أضع النقطتين الرئيسيتين. وعلامة الاستفهام سهلة جدا. وأخذنا أيضا علامة التعجب، وعرفنا أنها تأتي في الأشياء التي فيها تعجب أو فيها استغاثة، مثل هنا ما أجمل لو سبحان الله مثلا، كلمة سبحان الله ماذا نضع بعد سبحان الله؟ نضع علامة التعجب. تمام. طيب عندما أتعجب من أي شيء، ما أجمل ألوان الأزهار، أضع علامة تعجب. ما أجمل الفندق، علامة تعجب. خلاص. ولازم طبعا نفرق بين الاستفهام والتعجب. الاستفهام يكون يريد أن يسأل عن شيء، يريد أن يستفهم عن شيء، لكن التعجب يكون للتعجب من شيء معين، أو أيضا تأتي في معنى الاستغاثة وما إلى ذلك يا أبطال. وإلى هنا قد انتهينا من هذا الدرس، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.